اهلا وسهلا بكم من جديد، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله، وفي ضيافتنا نجم من نجوم النادي الاهلي، دايما بينورنا وبيشرفنا في بيته في قناه النادي الاهلي، الكابتن حسين شكري. كابتن حسين برحب بيك في بيتك، يعني ما ينفعش ارحب بيك في بيتك بس، اهلا بيك، نورنا وشرفنا. اهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب وعائله الاهلي بخير، وكل سنه ومصر طيبه باحتفالات مصر اكتوبر يا رب دايما باذن الله ان شاء الله. ايه الاخبار؟ الدوري سخن ولا بدا ازاي؟ وشاف الماتشات عامله ازاي؟ من شويه طبعا يمكن الاتحاد كسب المصري، المصري كان كسب الاسماعيلي، الاسماعيلي كسب دجله، نتائج متفاوته يعني، ما فيش فريق بنفس المستوى يمكن ما عدا الاهلي والزمالك يعني احيانا، لكن الاهلي في 3 مباريات 9 نقاط 10 اهداف. بص، بشكل طبيعي ان في البدايات دايما فترات الاعداد وفي بدايات الموسم والكلام ده كله بيبقى مش كل الفرق بتبقى وصلت للحاله الفنيه اللي هي الكامله ليها، وفي نفس الوقت برضو في بعض الفرق او لسه ما وصلتش للتشكيله اللي هي الكامله او الانسجام الكامل، لان انت عارف ان انت كل في بدايات الموسم بيبقى كل فرقه بتعمل اضافات جديده والكلام ده كله، على ما بتاخد تنصهر مع الفرقه وبتخش جوه التيم والفرقه والتكتيك بتاع المدرب والكلام ده كله، ممكن العمليه تاخد وقت يعني. فهتلاقي النتائج برضو مش الامور مش متظبطه في يعني مش هديك مؤشر سليم ان الفرقه دي هتبقى ماشيه بشكل واضح او صريح، او ان هي هتكمل بشكل كويس، او ان هي هتبقى قليله او الكلام ده كله، مش يعني في البدايات بتبقى الامور مش مظبوطه، الا اذا يعني بعض الفرق طبعا اولهم النادي الاهلي. دايما احنا بنتكلم بنقول الاداء هو اللي بيوصلك للنتائج، يعني اهم حاجه، اهم من النتائج اللي في البدايات ما تبقاش النتائج خداعه، الاداء هو اللي ما بيبقاش خداع. بغض النظر ان في ناس ممكن تكون بتتكلم بتقول لك ان مثلا لسه ما النادي الاهلي ما قابلش فرق كبيره، لا، النادي الاهلي قابل فرق كبيره، مش ما قابلش واكبر دليل على كده ان الناس مبسوطه من الاداء وكميه الاهداف اللي بيجيبها النادي الاهلي ما شاء الله، ده مؤشر ان انت في حاله ايجابيه وفي حاله يعني ما شفناهاش من فتره، عشان نتكلم بصراحه يعني. لا، ان شاء الله بامر الله تكمل الامور بخير، الاداء كويس، وفي نفس الوقت المعدل التهديفي بشكل كبير قوي، حاجه كويسه يعني ان شاء الله. بس انت بتتفرج على الماتشات، بانت الرؤيه بالنسبه لك مين في المقدمه بينافس، مين هيكون في الوسط، مين مبكره ممكن يكون عنده مشاكل في البقاء في الدوري؟ مش هتبقى زي السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كانت صعبه جدا على معظم الانديه، السنه اللي فاتت كان فيه حوالي تقريبا 10 فرق او حاجه زي كده بتنافس على فمش هتبقى بالشكل دوت. يعني الحاله الفنيه في بعض الفرق، مش بدون ذكر اسماء يعني، الحاله الفنيه بالنسبه لهم او الامكانيات الماديه مش هتقدر تساعدهم ان هم ممكن يقدروا ان هم يكملوا بقوه لنهايه الموسم. في غزاره اهدافها في الدوري؟ اهداف كثيره؟ يعني الا اذا هو الله الحمد لله ربنا ديم علينا النادي الاهلي هو اللي بشكل واضح، الحمد لله ان هو ماشي بشكل كويس. مش هتخرج برضو الامور برضو عن الـ زي السنه اللي فاتت، النادي الاهلي وبيراميدز والزمالك، اسماعيلي، المصري ممكن يجي، فرق اللي هي الاتحاد، سكندري، فرق في فرق فيها بعض اللعيبه تحيلك ان هم يقدروا ان هم يعملوا موسم بشكل كويس، لو ما حصلش الحاجات انت عارفها اللي هي التخبطات الاداريه والكلام ده كله والمشاكل والكلام ده كله، لو مشيت الامور طبيعيه لا الفرقه ديت ممكن تعمل شكل كويس. هل المستوى الفني لبدايه الدوري يعتبر مستوى جيد، مستوى قوي، ولا لسه البدايات مش ما هنقول المستوى هيبقى خداع يعني في البدايات ديت ممكن يبقى خد مش يعني عشان الكلام بس يبقى واضح، مش بنسب كبيره يعني احنا بنقول بس شكل عام، انما انت ممكن تلاقي فرق بتفوق بعد شويه في لعيبه لما بتخش العناصر الجديده، مع لو في حد عنده اصابات، لو عنده ايقافات، لو الكلام ده كله، الاحمال التدريبيه، الكلام ده كله، لما بتتظبط الامور ممكن تلاقي فرق مشيت بشكل كويس جدا. بس انت ليك بيبقى لك شواهد في مجموعه اللعيبه او الاداء ان هو ممكن يوصلك لحد فين. يعني في فرق ممكن يعني مهما حصل او مهما يعني القدرات بتاعه اللعيبه اللي موجوده هتبقى لحد معين، مش هتقدر ان هي توصل بشكل كبير، او ان هي نقول ان هي ممكن تخش المربع الذهبي او الكلام ده كله، هتبقى الامور بالنسبه لها صعبه على امكانيات اللعيبه اللي موجوده. طيب الروح بين اللعيبه كمان، يعني انت بتتفرج على فرقه الاهلي حاسس ان في روح ممتازه بين اللعيبه وبعضها، في ناس في التشكيل، في ناس مش موجوده، في ناس في القايمه، في ناس مش موجوده، لا حاسس ان في بدايه كويسه بالنسبه للاهلي. بص يا استاذ محمد، العنصر النجاح باكج كامل على بعضه. يعني مفيش
لو في عنصر هيبقى ناقص في المنظومه كلها هتلاقي فيه دروب في حاجه معينه. النادي الاهلي من بدايه مجلس اداره بدا جاب مدرب ما شاء الله ماشي بشكل كويس، جاب لعيبه المراكز اللي كانت ناقصه في النادي دعمها كويس بشكل كويس. كمل على كده ان الراجل كمان لما جه بدا البدايات بتبقى في الفرق الكبيره، بالنسبه للفرق الكبيره والمدرب لما بيكون داخل على فرقه كبيره بحجم النادي الاهلي وبجماهيريه النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي وتبدا الامور بالنسبه له يبقى ربنا ميسر له الحال ان الامور تمشي بنتائج كويسه كمان، دي بتساعد بشكل كبير بحاجه كويسه. النهارده في لقطه لو معرفش ممكن تبقى موجوده ولا مش موجوده بين الشوطين واللعيبه نازله الملعب في لقطه الازارو واجايه وهم بيتكلموا هما الاثنين. بص مركز انت بتتكلم في اثنين مركز واحد، واحد بيوضح لواحد حاجه معينه في اللعب دي تبين لك الروح عامله ازاي، الروح عامله ازاي جوه الفرقه، النجاح عامل ازاي، اوضه اللبس عامله ازاي، التكاتف عامل ازاي. خلي بالك عوامل النجاح دي الحاجات اللي بره الملعب ديت بنسبه كبيره جدا بتتعاكس على الاداء في الملعب. الراجل عامل كمان حاله كويسه جدا ان هو بيدي فرص لناس كتيره جدا، الفوارق بتاعت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي معظمها قريب من بعض حقيقي، كلهم كفاءات ما شاء الله عليهم والمستوى قريب. هو عمل حاله بشكل جميل جدا بالمناسبه يا كابتن حسين، يعني دي كواليس عقب نهايه المباراه في فندق الاقامه، كواليس حصريه لكل جمهور النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي، والاجواء زي ما انتم شايفين يعني الاجواء بتفرض نفسها طبعا، والفوز دايما بيدي روح حلوه جوه المعسكر اكيد طبعا. وادي عمرو السليه قدامنا اهو يعني الحمد لله، يعني انا بالمشهد ده كابتن حسين عمرو السليه يعني انا مطمن ان هو قادر يدوس على انكر رجله اعتقد ان شاء الله باذن الله تكون كدمه خفيفه ان شاء الله باذن الله ويرجع بسرعه ان شاء الله. هو التورم ده ممكن يوم او اثنين يغيب والدنيا تبقى احسن، وده شايفين كمان في حفل عيد ميلاد اعتقد داخل فندق الاقامه، هو اينما وجد النادي الاهلي دايما تلاقي الاحتفالات والاعياد. وبعدين هو وجد النادي الاهلي كمان مع مع حاجه بقى يعني عايز اقولها، ده تكريم فندق لا ما يعني بص اللي بص اللي اقيم فيه الاهلي خلال ال 48 ساعه. انا مش عايز اقول بس شهادتي تبقى مجروحه، احنا رحنا لشعب او مش عايز اقول شعب، احنا كلنا شعب واحد طبعا، احنا رحنا في بلد اسوان الطيبه ودي بلدي والناس اللي هي على سجيتها والناس اللي هي بالظبط كده يعني الناس كرمه بشكل كبير جدا وناس محبين بشكل كبير جدا للنادي الاهلي وبيعرفوا يكرموا الضيف بشكل كبير جدا، فانا بحييهم طبعا 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 طبعا. رحت لعبنا في اسوان وفي اوقات كبيره والناس اهل كرم يعني بامانة الله يعني بيكرموا كل الضيف اللي بيجي لهم هناك والكلام ده كله يعني الناس بتشيل الناس فوق دماغها يعني. مباراه بلياردو هي علي معلول ده عمر اوفر على عربيه احنا لسه كمان بنتكلم على الروح اللي موجوده في بص الحاجات دي كلها طبق الكلام ده كله بقى ودخله وسط الشغل او الاداء او اللعب او الكلام ده كله بتنعكس طبعا بشكل كبير جدا على الحاله اللي عايشها الفريق احيانا بنقدمهم عليهم بشكل احيانا كويس. كابتن حسين هذه المشاهد بتكون جزء من الاستعداد النفسي لمباراه تانية او الخروج من الذهن او ضغط مباراه انت لسه لعبها بظروف وطقس واجواء كانت صعبه جدا. بص في النادي الاهلي على مر الاجيال بيعرفوا يفصلوا كويس قوي بين مباراه خلصوها او بطوله خلصوها ولو حتى بعدها مثلا ب 48 ساعه او ب 72 ساعه في بطوله ثانيه او في مباراه ثانيه او حاجه مهمه ثانيه. النادي الاهلي على مر الزمن وعلى مر العصور بيعرف يفصل كويس جدا بين الفرحه الكبيره والسعاده بعد فوز او الكلام ده كله. بس الكواليس دي جميله طبعا، جمهور النادي الاهلي كان مفتقدها لفتره كبيره الحاجات دي، كانت عايز اقول لك كابتن حسين بتعمل يعني حاله سعاده لدى جمهور الاهلي يعني شايفين. بص علي معلول ووليد ازارو المشهد ده حتى بيفكرني بال فاكر فيلم محمد هنيدي لما كان بيقول الكوره هتنزل في البوكت. لا وبعدين حتى بالبلياردو واخدينها بجديه برضه. طبعا طبعا مباراه لا مباراه مباراه لا بعدين وليد ازارو قاعد حكم بينهم لا وبعدين لا علي معلول شكله لعيب وليد ازارو دخل اهو في اللعب هيجيبها تمام كابتن حسين يعني المشاهد ترابيزه كمان ده واضح ان هو محترف
المشاهد دي بالنسبه للاعيبه يا كابتن حسين بتقيسها ازاي؟ بص دي بتعكس الحاله اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها ان الروح اللي بين اللعيبه وبين يعني بص معلش لو احنا هنقول مثلا لا قدر الله في حاجه زي كده وقت لو 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 الروح مش كويسه او في حاجه مش اوضه اللبس مش تسيطر عليها او اوضه اللبس مش حلوه مش هتلاقي العدد ده هتلاقي الماتش خلص العشاء مثلا او الكلام ده كله التجمع خلص هتلاقي كل مثلا واحد او كل اتنين في اوضته انما بالشكل دوت واضح ما شاء الله الحاله اللي موجود فيها عليها اللعيبه ودي عامه يعني سمة النادي الاهلي الروح ديت والمحبه والالفه زي ما بنقول عيله واحده هو ده فعلا النادي الاهلي طول عمره كده يعني. ترجمه الروح حضرتك بتشرحها للناس احنا شايفين دلوقتي علي معلول وحسام عاشور ووليد ازارو تمام علي معلول كان موجود حسام عاشور ما لعبش وليد ازارو شارك في الجزء الاخير من المباراه فيعني عندك رساله ومقياس لكل حاجه ممكن تقولها في مباراه في لقطه زي دي بص هو لحظه والتلاته ما تشعرش لو انت ما شفتش المباراه تجمع وتبص على التلاته ما تعرفش مين فيهم بيلعب ومين اللي ما بيلعبش تجمع ده كله ان الهدف بيبقى واحد دايما النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي او الجهاز او 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 مجلس اداره الناس كلها او محبي النادي الاهلي هو الهدف واحد الهدف ايه النجاح بمين ما بيشترطش يعني انكار الذات في النادي الاهلي ده شيء يعني متعارف عليه من 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 زمن الزمن يعني هو ترسيخ مبدا الاهلي فوق الجميع بالظبط ان 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 الهدف هو النادي الاهلي انه النادي الاهلي يبقى رقم واحد مين بقى اللي موجود او بالشكل ايه او الكلام ده كله الهدف الجماعي بالظبط كده صح فهي هي العمليه اصل هنرجع نقول مثلا انا ما لعبتش طب وبعدين بوست طب وبعدين طب مستواي اقل طب وبعدين انت الخسران في الاخر واخد بال حضرتك ازاي دي ممكن نلاقيها في حته تانية انما النادي الاهلي لا انت بتحارب من اول يوم وانا كنت قلت مع حضرتك تقريبا قبل الكلام ده قبل كده انت بتحارب من اول يوم في فتره الاعداد لحد اخر يوم في السيزون انت بتقاتل وبتحارب عشان تلعب واللي بيلعب بيحارب وبيقاتل عشان يحافظ على مكانه روح منافسه شريفه بين اللعيبه وبين بعضها ده موجود دي سمه من يعني اللي عايز يعرف النادي الاهلي بينجح ازاي بينجح لان الناس دي كلها هدفها واحد كله بيحارب وبيقاتل يعني ما مش عايز بس يعني اللفظ يبقى صعب شويه لا ان انا بحاول ان انا احافظ على على المكانه اللي انا فيها او احافظ على الشكل اللي انا فيه بنجاح النادي الاهلي سواء انا موجود او مش موجود سواء انا بلعب او مش بلعب الهدف في الاخر واحد ان هو ان النادي الاهلي يبقى رقم واحد هي المشاهد دي خير دليل على كل احنا بنقول واحنا كنا لسه بنتكلم قبل ما تيجي المشاهد كلام انشا كتير قوي وناس تقول لك بيقولوا كلام في لا لا لا, لا, لا ولا انشا ولا حاجه الصوره خير دليل بص يا استاذ محمد اللي ما عاش في النادي الاهلي وما دخلش جوه النادي الاهلي وعاش ولعب في النادي الاهلي مش هيعرف قيمه الكلام اللي احنا بنقوله دوت بشكل كبير ولا هو كلام انشا ولا كلام اي حاجه نجاح النادي الاهلي على مدار سنين عمره بالكلام ده كله ان حاجات بتتوارثها الاجيال ناس من ناس من ناس من ناس ان الهدف في الاخر مين النادي الاهلي والاهلاوي الصح هو واثق وعارف الحاجات بالزبط دي بالظبط 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 كده طيب انا هقول لك تصريحات رينيه فايلر النهارده في المؤتمر الصحفي قال احنا سجلنا النهارده 5 اهداف وده امر رائع للغايه خاصه في ظل الظروف الصعبه اللي خدنا بها هذه المباراه سوء ارضيه الملعب درجه حراره رطوبه كانت عاليه جدا هل ده اعتراف منه ان مواجهه اسوان كانت صعبه نتيجه هذه الظروف رغم الفوز بالخماسيه احنا مش عايزين ننتقد حاجه بس ما فيش حد بيلعب في ظروف اللي هي درجه حراره 45 الساعه 3 الظهر يعني ما بقتش موجوده دلوقتي خلاص عكس زمان صعب يعني صعب قوي ان انت تعمل مباراه في وقت زي دوت والحمد لله رب العالمين ان اللعيبه كلها خرجت سواء لعيبه النادي الاهلي او لعيبه اسوان ان هم خرجوا سلام الحمد لله ما حصلش حاجه من حاجه صح تاثير من الجو بشكل كبير ان انت في الظروف اللي زي ديت تقدر ان انت تكسب وتقدم بشكل كويس وبنتيجه كويسه لا في حاجه موجوده في النادي الاهلي ويا رب يعني ان شاء الله بامر الله نتمنى من ربنا ان هي تستمر وان هي تبقى افضل واحسن الفتره اللي هي اللي جايه النادي الاهلي لعب النهارده زي ما بيقول مش عايزين نقول اقتصادي او الكلام ده كله لعب بذكاء امتى انا متحكم في اداء المباراه عارف امتى بضغط عارف امتى بهاجم من بدايه المباراه واضح ان النادي الاهلي نزل ضاغط ان هو في الربع ساعه الاولانيه ان هو ينهي الماتش لانه عامل حساب ان الجو هيبقى صعب والكلام ده كله وهيبقى في تاثير بدني على اللاعبين بالظبط كده بحاول ان هو لما تلاقي لحد الدقيقه تقريبا 15 النادي الاهلي كان بيضغط بشكل كبير جدا بعد ما احرز الهدفين والكلام ده كله بدا يرجع نص يلعب نص ملعب زون نص ملعب يضيق المساحات ان فترات المساحات بتاعه الجري ما تبقاش كتيره تبقى في حدود صغيره وقريبه ساعد على كده كمان امكانيات اللعيبه اللي موجوده احنا بنقول اللعيبه اللي موجوده كلها لعيبه كوره بيعرفوا يحافظوا على الكوره كويس ودي
من سمات الفرق الكبيره ان انت تعرف تتحكم في الريتم بتاع او الاداء بتاع المباراه، ان انا متحكم فيه. دي شيء مش اي فرقه تقدر تعمله او ان هي تقدر تنفذه. لازم يبقى عندك العناصر اللي موجوده في الملعب عندك كلهم لعيبه كوره. لعيبه كوره يعني ايه؟ مش مساله ان لعيبه كوره ان هم حريفه او كلهم بيعرفوا يرقصوا او الكلام ده كله، لا، ان انا بعرف استلم واعرف اسلم، بعرف اتحرك ازاي، افضي مساحات، اخلق مساحات لزميلي، اساعد زميلي، الكلام ده كله، كل ده ذكاء في الملعب. كل ده ان انا اقدر اسيطر بشكل كبير على الكوره تبقى معايا، الاستحواذ يبقى بشكل كبير بالنسبه لي، مفيش خطوره عليا، الكلام ده كله. دي بتتعامل بيها بذكاء، ودي سمات الفرق الكبيره. النادي الاهلي اتعامل كده النهارده، ان هو قدر ان هو في فترات كبيره قوي ان هو لما بيضغط وبيروح وبيشتغل، بيشتغل على الجون، مسيطر على الجيم، لما بيحب ان هو مش عايزين نقول بيريح او الكلام ده كله، ان هو بيشتغل برضه عشان حته الارهاق والكلام ده كله، بيرجع لنص الملعب، بيقفل مساحاته زي الناس، لعب بذكاء كبير جدا، وكان ربنا موفقه والحمد لله رب العالمين. وده برضه خلي بالك من الخبرات بتاعه اللعيبه اللي موجوده في الملعب، بتساعد وذكاء كمان من الجهاز الفني، ان هو عارف ان هو يلعب ازاي ويطلع باقل الخسائر من الجو اللي هو الصعب اللي كان بيلعب فيه. ما هي بعض التفاصيل الصغيره دي بتدينا احساس لا ان الجهاز دارس كويس قوي الظروف اللي بيلعب فيها. طبعا انا حتى دي جزئيه مهمه، حتى حد كان بيتكلم تقريبا كان بيقول ان هو المدير الفني اجتمع مع المسؤول التغذيه المباراه طبعا النهار والكلام ده كله بالزبط. فكان الامور ان هم كانوا هياخدوا مثلا العنصر التكميل الحاجات المكملات الغذائيه والكلام ده كله. دي منظومه كبيره ومنظومه عارفه بتشتغل ازاي، واخد بالك ازاي. يعني النادي الاهلي يعني مش هقدر اقول لك اكتر من النادي الاهلي عارف كل التفاصيل الصغيره اللي توصلك للنجاح وياه. طيب ريني فايلر ايضا قال لا يوجد مجموعه مفضله او مميزه بعينها عن غيرها، مؤكدا ان الاداء داخل الملعب يبقى المعيار الرئيسي لمساله المشاركه في المباريات. هل كده هو بيحفز اللعيبه على القتال في كل المباريات؟ طبعا. انت عملت من البدايه عملت منافسه شريفه بين اللعيبه وبين بعضها، الكل تقبل الموضوع، الكل بيحاول ان هو يخش جوه الفرقه بشكل كبير، بيجتهد في التمرين. ما انا بقول لك زي ما كنا بنتكلم من شويه، معظم اللعيبه بتاعت النادي الاهلي لعيبه كويسه ولعيبه مميزه، والفروقات مش كبيره بين اللعيبه وبين بعضها، الفروقات مش كبيره. يعني لما تيجي تحسبها لو قعدنا حتى نعدد اسماء والكلام ده كله، هتلاقي الفروقات لو شلت فلان حطيت فلان ما تحسش بحاجه، ما تحسش بفرق كبير، واخد بال حضرتك ازاي؟ ودي ساعدته ان هي اول ما بدا انه بدا وبدات كمان ربنا كرمه بان النتائج ساعدت. باول مباراه كانت في افريقيا بره، ان انت كسبت دفعه معنويه بالظبط، فديت حاله كويسه للعيبه اللي موجوده. فانا شايف ان جراءه منه كمان ان هو يبقى داخل على فرقه باسم حجم النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي ويعمل الروتيشن ده ومن بدري، وعامل حساب ان التوقيت بين المباريات وبين بعضها الفوارق مش كبيره، وعمل الحاله ديت واللعيبه تقبلتها في سفرك الطويله بالظبط، واللعيبه تقبلتها واللعيبه ساعدت في الكلام ده كله. لا ان شاء الله بامر الله بيحلنا ان النادي الاهلي جاي بشكل كويس قوي ان شاء الله بامر الله. يعني فكره ان معظم القايمه لعبت، ده ممكن الجهاز الفني خلاص بقى عنده رؤيه لامكانيات اللعيبه اللي معاه. بص الجهاز الفني خلاف التقارير او الشرايط اللي اتفرج عليها او كل ده قبل ما يتولى المسألة رسميا المهم او قبل ما يكون موجود في اول تدريب للفريق، لكن خلاص دلوقتي في مباريات غير وحط تشكيل وابتدى يشوف العناصر بقى على ارض الواقع بالنسبه له. الرؤيه بالنسبه له دلوقتي وضحت بشكل كبير جدا. يعني انت اتفرجت على شرايط اي مدرب، يعني مش شرط ريني فاينر، بشكل عام يعني انت اتفرجت على شرايط اديتك مؤشر او عنوان لحاله معينه. لما بتنزل الملعب خلال التمارين وخلال المباريات وخلال الروتيشن اللي انت عملته والكلام ده كله، بتتضح لك الصوره بشكل اكبر، واخد بال حضرتك ازاي؟ وان انت برضو معلش ان انت يبقى من 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 الحاجات اللي احنا برضو ان احنا يعني لازم نشكر فيها عليها الراجل، انك لما بتغير حد من اللعيبه مركز وينجح فيه ويشتغل فيه بشكل كويس، لا انت عينك كويسه. وعينك كويسه يعني معنى كده ان انت بعد كده لما هترجم الكلام من دوت اللي انت شفته بدماغك في الملعب، لا هتوصل لنتائج افضل واحسن بكتير، انك حاطط تشكيله مناسبه بالظبط. يعني احنا مثلا لو قلنا اجي لما جه ولعب فيرود، هو كان حتى بعيد بقاله فتره كانش بيلعب بالظبط، وكان اداؤه مثلا كان بعد الاصابه كان الامور بالنسبه له، لما رجع غير المكان بتاعه واتحط في مكان مميز، ربنا وفقه واشتغل كل مباراه الحمد لله دلوقتي بيجيب بيحرز فيها اهداف والكلام ده كله. دي من ايه؟ دي من الراجل ان هو جه وشاف، واخد بال حضرتك ازاي؟
وكان عنده الجراءه والشجاعه ان هو ياخد واحد مثلا كانت بعد الاصابه كانت حالته الفنيه او الذهنيه ما كانتش بشكل كبير, وان انا احطك في مركز معين وان انا اتوسم فيه خير وان انت ربنا يكرمك. لا, راجل عنده رؤيه وعنده فكر كبير لفرقه وقف بشكل كبير قوي على معظم الامكانيات بتاعت اللعيبه اللي موجوده. اختصر وقت كبير كتير انه عارف امكانياتهم في مباريات رسميه ودفع بيهم سواء اساسي او احتياطي بشكل كبير, وساعده على كده العمليه الروتيشن اللي هو عملها لان في مدربين بشكل كبير لان في مدربين اول ما تقول له مسؤوليه اي فريق يبدا بالمجموعه الاساسيه اللي كانت بتشتغل قبل كده, وبعد الوقت ممكن يبدا يغير في لاعب او اتنين حسب ظروف المباراه, لكن لما على ما ياخد فكره عن الفريق بالكامل ممكن يكون عدى نص سيزون. بص يا استاذ محمد, لا كنا قلنا برضو هنا قبل كده ان المدرب الشاطر اللي بتبان عليه البوادر النجاح من بدري خلال وقت قصير مش بعيد على فتره قصيره مش بعيد حتى لو بشكل نسبي, واخد بال حضرتك ازاي, بس بتبان ان انت تيجي ويبقى عندك الجراءه ان انت تعمل اللي انت عملته ده. لا, انت واضح ان انت عندك فكر, وقصاد الفكر ده كمان ان انت راجل شجاع, ودي حاجه مهمه جدا 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 في مدرب الكوره ان انت عندك من الشجاعه ان انت تقدر ان انت تغامر في وقت من الاوقات. مظبوط, واخد بال حضرتك ازاي ان انا غامر دي. في مدربين بيبقوا كويسين وشطار وكل حاجه, بس هو ممكن يقفل على مجموعه وهو مقتنع بالمجموعه ديت وخلاص على كده. ممكن يجي عليك فترات في في في, في المباراه بتبقى محتاج ان انت تغامر بشكل كبير عشان تحقق مثلا هدف معين, واخد بال حضرتك, وتقلق سواء جوه ملعبك او بره ملعبك. انما يكون عندي الجراءه ان انا اعمل الروتيشن دوت وبالشكل دوت ويبقى عندي الجراءه وانا لسه جاي. يعني كان ممكن يقول ايه, لا طب انا الناس اللي كانت موجوده واشوف وبعد كده والفرص تبقى في 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 حدود صغيره او ضيقه والكلام ده كله. لا, الراجل ما عملش كده. الراجل ادى فرص للناس كتيره جدا. فلسفه جديده, مش فلسفه جديده, هو عنده يعني غير ان هو عنده كوره كويسه وعنده رؤيه, ان هو عنده شجاعه. ما الشجاعه دي خلي بال حضرتك برضو مش ممكن تلاقي مدرب كويس كل حاجه بس ما عندوش الجراءه والشجاعه. لا, هو عنده الشجاعه ان هو جاي كمان على مكان جديد ونادي بحجم النادي الاهلي, وان انت يبقى عندك الشجاعه ان انت تعمل اللي انت عملته ده. لا, انت راجل, انا عن نفسي احترمك يعني. طيب, راي فايلر برضو في المؤتمر الصحفي راح في جزئيه الدور البدني واتكلم ان هو شايف ان الدور البدني كان ليه دور كبير جدا, او الناحيه البدنيه كان ليها دور كبير جدا في فوز الاهلي على اسوان النهارده, لان قال ان الاداء البدني كان مميز للغايه, وبدليل حتى ان الفريق خلال الشوط الثاني رغم ان المفروض المعدل البدني يقل نتيجه طبعا الحراره العاليه والرطوبه ومعدلات الجري, لكن مع ذلك الشوط الثاني الاهلي احرز 3 اهداف اكتر من الشوط الاول احرز فيه هدفين, وكان في سيطره ميدانيه رغم سوء حتى ارضيه الملعب. انا بقول لحضرتك رسائله او معاني اللي عايز يوجهها في هذا الكلام سواء للجمهور او للعيبه نفسها, لان اكيد اللعيبه هتقرا تصريحاته بعد المباراه. بالظبط, انت واصل لحاله فنيه وبدنيه حاله كويسه. ان انا بقول كده لو في حد مش فاهم ان 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 العمليه مش عمليه, مش عايزين نقول يعني ايه جاي اعتباطا, لا احنا فرقه الحاله البدنيه احنا عارفين احنا واقفين على اللعيبه ازاي والحاله البدنيه بتاعتنا عامله ازاي, وزي ما قلنا برضو من شويه استاذ محمد ان انت تلعب بذكاء في مباراه زي ديت في توقيت زي دوت والسفر ده كله وبعد تقريبا من مباراه الانتاج الحربي تقريبا 72 ساعه يعني مفيش 48 ساعه وفيها سفر طيران والكلام ده كله الجمعة. وان انت تأدي بالشكل ده والكلام ده كله, لا واضح ان انت والناس اللي شغاله معاك او الجهاز اللي شغال معاك المعد البدني او الكلام ده كله, لا انتوا عارفين انتوا رايحين فين. يعني ناس شغاله بتخطيط معين وبحسابات مدروسه بشكل كويس في تخصص جوه الجهاز الفني. بالزبط. الجهاز الفني مش في مدير فني فقط, لا 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 لا, لا ده في مدير فني وفي مدرب مساعد وفي مدرب عام وفي مدرب سكاوتنج للتحليل البيانات وفي مدرب للتحليل احمال والكلام ده كله والاحمال والاحمال وحارس المرمى كمان مدرب حارس المرمى. بالظبط بالظبط, كل دي تخصصات. وان انت تقدر تعمل استشفاء بين في خلال 48 ساعه او 72 ساعه من خلال سفر والكلام ده كله, دي بقى البنيه التحتيه اللي بقت موجوده في جهاز الكوره. بالظبط بالظبط, احدث المعدات اللي موجوده في جهاز الاستشفاء وكل الامور ديت, لان احنا عانينا من الكلام دوت. كان فتره من الفترات كانت كان في سفريات افريقيا, كان ضغط مباريات في الدوري المحلي, ضغط مباريات والكلام ده كله ما كانش فنان الاهلي ولا حد. ما هو بص, المنظومه لما كنت في بدايه كلامنا لما كنا بنتكلم من شويه بنقول على النجاح الكامل مجلس اداره بالنجاح بيبقى بشكل كبير جدا, لما عانينا في الحته اللي هي
لما دخلنا في البطولة العربية والبطولة الأفريقية وكاس مصر والدوري والكلام ده كله، كان فيه لود كبير جدا على اللعيبة، وما كانش فيه جهاز الاستشفاء اللي موجود ده دلوقتي والكلام ده كله. من عناصر النجاح ان احنا لما لقينا خلل في حاجة معينة ان مجلس إدارة وفر على كده، وفرت بسرعة بالظبط. ده النجاح بقى اللي احنا بنقول عليه ان هو متكامل للناس كلها، اللي المنظومة كلها بتساعد على النجاح، ان الفرقة تظهر في افضل شكل ليها واحسن شكل ليها. حمدي فتحي من عناصر اللي نقدر نقول صفقة مميزة جدا للنادي الاهلي، مش للسنة دي بس، لا للخمس ست سنين الجاية بشكل كبير، ومش من السنة دي، ده من الناس اللي دخلت وانصهرت جوه النادي الاهلي. لا انصهرت انصهرت جوه الفرقة بشكل كبير، يعني ما خدش وقت. يعني احنا ممكن هقول لحضرتك حاجه، يعني لو قلنا الفرق بين الوقت كان قصير برضو، قفشه اندمج ودخل بسرعه بالظبط. غير مثلا لو جينا قلنا حسين الشحات ممكن يكون جه خد وقت الموسم اللي فات، كانت الامور بالنسبه له، ممكن كانت الظروف عكس الظروف دلوقتي، ممكن لان في لعيبه لما اندمج لما اندمج دلوقتي في الفريق لما اندمج دلوقتي في الفريق والكلام ده كله. بص لما نتفرج دلوقتي على حسين الشحات عامل ازاي، في لعيب بيقدر ان هو ينصهر بسرعه، وفي واحد بياخد وقت شويه، واخد بال حضرتك؟ لا، حمدي فتحي من الناس اللي لو اول ما دخلت مع الفرقه لا ادت وانصهرت جوه الفرقه بشكل كبير، وهو عنصر ما شاء الله عليه مميز. يعني توقيت دخول اللعيب كمان في الفريق بيفرق معاه طبعا، لو الفرقه فايقه وراكبه وماشيه بشكل كويس، الفرقه بتشيل اللعيب الجديد معاها بالظبط، بتدي شجاعه كمان للاعب ان هو وانت نازل ما فيش ضغوط كبيره بشكل كبير عليك، ان انت تقدر تادي افضل اداء ليك بالنسبه لك، وبتدي شجاعه للراجل المدرب اللي موجود ان هو يقدر يديك في اي وقت من الاوقات، لان النتائج برده خلي بالك والاداء بتدي شجاعه برده للمدرب اكتر، ان هو ان انا اقدر لو انا عايز ادي حد او ان انا ادي فرص لحد او الكلام ده كله، لو النتائج مش مساعده او الكلام ده كله بتبقى الامور صعبه شويه. مظبوط. انما لما النتائج بتبقى والاداء بيبقى بشكل مميز وبشكل كويس، بيبقى عندك من الجراءه والشجاعه ان انت تقدر تدي ناس كتير او تعمل عمليه الروتيشن او الكلام ده كله بشكل وانت مستريح يعني. طيب عايز اسالك على اداء حمدي فتحي في وسط الملعب. حمدي من اللعيبه اللي بتكمل الهجمه بشكل مميز جدا، بيسدد على المرمى بشكل ممتاز، هيدرز كمان في ال 18، وده حتى من ايام ما كان موجود في دمنهور، لدرجه حتى في مباراه انا فاكر مع الاهلي كان من اللعيبه كانت بتهدد دايما الاهلي، وفي انبي تقريبا كان بيجيب برضو نفس الاهداف نفس الاهداف اللي كان بيجيبها بدماغه ديت في نفس المكان دوت من عند نقطه الجزاء، برضو مميز هو فيها. لعيب جوكر؟ لعيب جوكر يعني لا، هو لعيب ممكن نقول لعيب مميز في مكانه، يعني اللي هو زي ما احنا بنقولها بالبلدي كده دوت، مالي مكانه. وما كانش حد ممكن يقدر يتوقع ان مثلا بعد حسام عاشور، طبعا ربنا يديله الصحه، ان هو يقدر يكمل ان شاء الله. طبعا حاجه لا، حسام عاشور كل كل اه كل التقدير وكل الاحترام للاعيب زي دوت بامانه الله، يعني ان هو يجي وياخد في المكانه ديت، وان هو يقدر يخش، وان هو يقدر يعوضك عن واحد زي ما بنقول مسمار النادي الاهلي او مسمار وسط الملعب، ان حمدي فتحي نجح بنجاح بشكل كبير جدا. شوف يعني الشيء لفت النظر، وبرضه عايز اعيدها تاني لان اللقطه بصراحه انا ما اقدرش انساها. يعني حسام عاشور كابتن الفريق وما بيلعبش، ممكن كابتن فريق في اي حته تانية يقول لك ده انا كابتن الفريق، ازاي ما العبش وازاي ما كنتش موجود وازاي ماليش دور. في ناس كتيره بتعمل الكلام ده واسامي كبيره انا شفتها حتى في ملاعب كتير، لكن حسام عاشور كابتن الفريق وما بيلعبش، شوف حالته واقف زي في وسط زمايله، حتى بيلعبوا بلياردو بعد المباراه في الفندق وفي وسطهم عادي. الحاله دي اللي احنا بنشوفها في الاهلي، كاس السوبر يعني بص الحاله اللي كان عليها حسام عاشور. بص احنا كنا بنتكلم من شويه بنقول يعني انت يعني اللي هو عارف انت التتابع، العصايه انت بتسلمها عشان تكمل نهايه المشوار، هي صح. دي نفس القصه، حسام عاشور بيدي رساله لحمدي فتحي بقى وللسوليه وكل الولاد اللي هم محمد محمود والناس اللي هم الصغيرين، اللعيبه الجديده دي كلها، ده بيدي مش يعني بيدي رساله كبيره جدا، هو ده النادي الاهلي، احنا بنمشي كده، احنا شكلنا كده، احنا نظامنا كده، صح. مش ان انا ساكت وبس، انت بتدي رساله لكل اللعيبه اللي موجوده ديت، هو ده النادي الاهلي، واخد بقى حضرتك ازاي؟ اداء رمضان صبحي اتطور ولا بقى فيه ميزه في الفينش؟ بقى فيه اجتهاد في ان ازاي يختم اللمسه الاخيره او يختم الهجمه صح؟ اتطور طبعا بشكل كبير، وواضح ان هو الشغل الفردي اللي الجهاز شغال فيه معاه بانت عليه الملامح بتاعتها. لان في شغل تخصصي بيحصل في التدريبات طبعا، لازم يعني واضح قوي طبعا، لو ما فيش شغل تخصصي لانهاء الهجمه بتاعه رمضان، ما كان هيفضل اداؤه كويس والكلام ده كله، بعيد عن منطقه التهديف او بعيد عن الصندوق او بعيد عن ال 18
واخد بقى حضرتك؟ لا انت النهارده ما شاء الله النادي الاهلي لعب 3 مباريات بتسع نقاط ب10 اهداف بثلاث اهداف هدفين او ثلاث اهداف لرمضان صبحي بالظبط مظبوط ولا مش مظبوط؟ عدد اهداف رمضان في الست مباريات مع ريني فايلر 3 تمام في ست مباريات بالمقارنه بالموسم الماضي كان حوالي 3 او 4 في حوالي 20 مباراه. الفرق واضح بشكل كبير جدا ان الراجل ده برضه هنرجع تاني للراجل دوت كعنصر مكتمل للفرقه كله كاداء فردي وجماعي لا شغالين بنظام مدروس وبنظام محسوب وواضح التطور مش عايز اقول كمان رمضان بس يعني لما هتبص رمضان لما هتبص الاجاييه لما هتبص لحسين الشحات لما هتبص لقفشه السليه حمدي فتحي العنصر اللي هو مش هنتكلم على الناس اللي هم المدافعين اللي ورا ما شاء الله ربنا يحميهم بهاني طبعا باشرف معلول ما شاء الله وكل العناصر كمان اللي بتخش ان كان احمد فتحي او الناس اللي هي احمد كمان بتخش الفتره الاخيره عايز اقول لك الاوفرات بقت بالملي الله ينور عليك يعني انا ملاحظه بس عشان الله ينور عليك لا الله ينور عليك فعلا الاوفر كمان بتاعه اتحسن مش عايز اقول اتحسن يعني بقى فعال او مؤثر بشكل كبير جدا واضح ان الحاجات اللي هي الفرديه او النواقص اللي عند اللعيبه هو شغال عليها الراجل دوت كويس هو جوكر فتحي جوكر طول عمره لا الراجل كمان المدرب واضح احنا لسه بنتكلم على رمضان وان هو بيقدر ينهي الهجمه وان هو بيقدر يهدف في حاجات محتاجه تتزود فبيبتدى يشتغل عليها تخصصه ويزودها الراجل انا معلش برضه هرجع تاني المره اللي فاتت لما كنت هنا قلت لك انت عايز الحرفيه بتاعت المدرب اللي هو الحرفي المدرب الصنايعي اللي هو بتاع الملعب اللي هو بيشتغل بايده واسنانه في الملعب مع اللعيبه موجود متواجد مع اللعيبه مع كل لحظه انت بتشوف الاخطاء الفرديه او الجماعيه في الفرقه ايه وبتبدا ان انت تشتغل عليها وبتشتغل عليها بشكل كبير مظبوط فهو ده التطور بتاع اللاعب الفردي او بالشكل الجماعي احنا شايفين النادي الاهلي بالشكل الجماعي الاداء ما شاء الله الكره كويسه جدا لما نيجي نتكلم كمان على العنصر الفردي لما بنتكلم على اوفر لاحمد فتحي كابتن احمد فتحي او كابتن رمضان صبحي ان هو يقدر يفنش او يجيب اهداف او الكلام ده كله كل الشغل دوت مع الشغل الجماعي لا في كمان شغل فردي ولسه عندك كمان اليو ديانج وليد ان شاء الله طبعا صلاح باذن الله بالظبط مروان محسن بيرجع من اصابه ازارو كمان وليد سليمان لا عندنا ما شاء الله في ما شاء الله لا يعني الحمد لله فرقتين نمسك الخشب وان شاء الله صلاح جمعه كمان يعني في اكتر من محمود بتقول بيرجع من الاصابه وياسر ابراهيم مع سعد سمير وكريم ديفيد محمود ما شاء الله لا احنا عندنا ما شاء الله ولسه زي ما كنا بنتكلم في بدايه الكلام برضو ان الفوارق تساعد اي حد ان هو بالظبط ان انت تعمل ودي هتفرق معانا ان شاء الله بامر الله مع ضغط المباريات والمباريات بتاعه افريقيا هيقدر الراجل ان شاء الله باذن الله ان هو يقدر يحسب حساباته مظبوطه هي الفكره ان احنا ما نوصلش لحته الارهاق ديت او التعب هي الفكره الاداره عارفه احتياجاتها والجهاز الفني بالزبط. عارف احتياجاته حددت احتياجاتك ايه اشتغلت عليها وجبتها من غير ما تجيب اعداد ملهاش اي عدد وملهاش اي لازمه لا اشتغلت على احتياجاتك اللي انت عايزها ومش على فتره قيد واحده على فترتين قيد عشان في النهايه توصل للهدف اللي انت عايزه وده حصل قبل كده في نفس المرحله اللي كانت من 2003 2004 لغايه البطولات اللي اتحققت بعدها حوالي 10 سنين او 12 سنه نتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان اللعيبه ديت زي ما هم كده ربنا يبعد عنهم شر الاصابات بامر الله وان هم يقدروا يكملوا ويجيبوا لنا ان شاء الله بطوله افريقيا باذن الله كده ان شاء الله باذن الله بشكرك على الحلقه الجميله دي معاك ومبسوط دايما لما بكون مع نجوم النادي الاهلي وبنسمع منهم ارائهم الفنيه وموفق دايما في مشوارك مع فرق قطاع الناشئين في النادي الاهلي ونشوف بقى اجيال صاعده على ايديك يا رب وعلى ايدين كل مدربي القطاع ان شاء الله باذن الله يا رب ربنا يخليك متشكر يا استاذ محمد شكرا لك كابتن حسين فقره كانت مهمه جدا فقره فنيه مع الكابتن حسين شكري وسبقها فقره مهمه جدا مع النقد الرياضي والاعلام الرياضي في ضيافتنا كان الاستاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه قدر الامكان النهارده حاولنا نوصل لكم الصوره في احداث مباراه الاهلي واسوان وفوز الاهلي في اسوان بخماسيه نتائج متميزه لكن الفتره القادمه احنا بنعتبرها ان هي استراحه محارب صحيح الفتره القادمه فتره توقف دولي اجنده دوليه المنتخب الوطني بيستعد للتصفيات الافريقيه اللي هتنطلق في شهر نوفمبر ففتره كويسه ان النادي الاهلي او الجهاز الفني يقفل شويه على اللعيبه يعمل مباريات وديه يبدا يشوف بقى المرحله الجايه ازاي هيخطط ليها لان هيكون في ضغط مباريات اول ما يرجع الدوري 19 اكتوبر هتكون البدايه مع مباراه نادي الزمالك خلاص محطه سابقه ست مباريات فزنا بست مباريات كانت فيها اهداف معينه تاهلنا لدور ال 16 في بطوله افريقيا فزنا بالسوبر الافريقي في مباراه كبيره على نادي الزمالك حققنا 9 نقاط ب 10 اهداف في اول 3 مباريات على فرق كبيره لكن كمان او السوبر المحلي ماشي السوبر المحلي على نادي الزمالك وثلاثه مباريات ب 9 نقاط ب 10 اهداف فالبدايه جيده في الدوري العام الاهلي لعب مع فرق كبيره سواء في السوبر او حتى في الدوري لكن البدايه كويسه جدا
استراحه محارب في الفتره الجايه واستعدادا للمرحله القادمه. بشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.